حياكم الله. إذن مشاهدينا، بداية هذا اللقاء، حرصت مؤسسات الدولة خلال فترة الصيف والعطلة المدرسية على تنظيم المخيمات والمعسكرات الصيفية وتقديم البرامج اللي من شأنها تنمية وتعزيز مهارات الأطفال والشباب، تمكينهم كذلك أيضا في العديد من الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية منها، حيث اختتمت فعاليات مخيم صيف بلادي 2015 أو اختتمت فعالياتها في نادي الحمرية الثقافي الرياضي هذا الأسبوع. حول أهم الأنشطة والفعاليات اللي نفذت خلال هذا العام، نرحب بالأستاذ راشد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة لمنتقى الحمرية الصيفي، وأيضا معنا من المشاركين عاشة سالم الشامسي وعبد الرحمن حسن. حياكم الله جميعا، مساكم الله بالخير. خلص الصيف يا عاشة عبد الرحمن، خلاص يوم الأحد مدارس، شو شعوركم؟ خبروني شو تحسون؟ مستانسين انه خلصت فعاليات الصيف بتبدا المدرسه ولا العكس صحيح؟ عاشة خبريني. احس عادي يعني. هي؟ نادي والمدرسه حلوه. كنت مستانسه فعاليات الصيف وشي عم بتردين للمدرسه. اسالف وياك يا عاشة. عموما يعني اول شيء ببدا اكيد باكسر راشد تخبرنا يعني اكيد عن اهم الانشطه، اهم الفعاليات اللي تم تنفيذها في خلال اكيد من ضمن فعاليات صيف بلادي في منطقة الحمرية اكيد بشكل خاص. جزاكم الله خير. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نشكر طبعا لكم على الاستضافه الطيبه. العفو. وتغطيه فعاليات منطقة الحمرية بشكل عام. طبعا انطلاقا من حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم اماره الشارقه حفظه الله ورعاه بتوفير محضن صيفي ل أبناء منطقة الحمرية والمناطق المجاورة لها، طبعا جاء ملتقى الحمرية الصيفي. ملتقى الحمرية الصيفي هذه السنة في عام 2021 اللي خطت خطا مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي عبر توفير أنشطة وبرامج وفعاليات خاصة للطلاب والفتيات في هذه السنة كأول سنة يقضون أوقات فراغهم فيها ويستثمرونها بأفضل ما هو بأفضل ما باستثمار أفضل إن شاء الله خلال العطلة الصيفية. جميل. نعم. الأنشطة والفعاليات تركزت على شو بالتحديد أو تقسمت إلى كم فئة تقريبا؟ هي نعم، هو للأمانة أختي نحن كان ملتقى الصيفي مسمى هو بس هو تحت أربع ملتقيات. ملتقى للشباب. جميل. اللي عمارهم من 8 إلى 10 سنوات. وعندنا ملتقى لشوي المرحلة أكبر عنهم من 11 إلى 15 سنة. بالإضافة إلى عندنا البنات من 10 إلى 15 سنة، وعندنا بعد المشرفين للتشغيل الصيفي هم بعد من 16 إلى 20 سنة. فهي أربع برامج مجمعة فتحت ملتقى واحد. يعني أربع برامج خاصة في كل فئة عمرية. نعم. معينة. نعم. يعني اكيد ان هاي الانشطه اختلفت، يعني انتم ما قسمتوا هالاربع فئات الا ان في نشاط او انشطه مختلفه. أكيد. في كل فئه من هاي الفئات. أكيد. تناسب يمكن الفئه العمريه اللي تقدمونها لها، تناسب التوجهات، تناسب الميول. نعم. تناسب حسب اذا كانوا بنات او اولاد كذلك. صحيح صحيح. عشو ركزتوا بالتحديد خلينا نقول للبنات؟ نبدا بالبنات. للبنات طبعا احنا ركزنا على الجوانب المهارات الحياتيه بشكل عام. هي. للمهارات الفنية، الأشغال اليدوية اللي من خلالها طبعا البنات يعني أنتجوا ما شاء الله يعني معروضات كثيرة. حتى استفدنا منها في المعرض الختامي اللي ما شاء الله. نعم. فكان استفادة كبيرة. أما بالنسبة للشباب أو الأطفال الصغار احنا ركزنا على الجانب الترفيهي التعليمي في نفس الوقت. نقدم لهم ترفيه ونقدم لهم تعليم في نفس الوقت. من خلال جانب رياضي. اي نعم، نعطيهم جوانب رياضيه، جوانب ثقافيه، اجتماعيه، برامج متنوعه في 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 كل في في شتى المجالات طبعا. بالنسبه للكبار ركزنا على مواضيع رياده الاعمال، ركزنا على موضوع الابداع والابتكار بشكل عام. ركزنا على ان ننمي فيهم روح التطوع والولاء والانتماء لهذه الدولة طبعا. جميل. أنا بنتقل لعاشة وعبد الرحمن. عاشة طبعا مثل ما ذكر يمكن أستاذ راشد أن أنتم نفذتوا العديد من الأعمال اللي تمت الاستفادة منها في المعرض الختامي. نعم. للملتقى. أنت شو أكثر شيء حبيتي؟ شو أكثر نشاط أنت حبيتي ونفذتي في الفعاليات هاي؟ حبيت فن الديكوباج. ديكوباج وايد حلو هالفن.
نفذتي في شيء في الديكوباج؟ ايه. شو نفذتي في الديكوباج؟ عشو اشتغلتي في الديكوباج؟ حصالات، مداخن، وبعد الزجاجات. على الزجاج او الادوات الزجاجيه يمكن كلها نفذتي عليها الديكوباج. زي كيف؟ ما كان صعب شويه؟ لانه يباله وايد دقه ان انت تقصين وبعدين تستخدمين صمغ خاص اللي انا عارفه صح، ويتم شي فتره لما ينشف تتاكدين انه يعني صالح للاستخدام ولا لا. اكثر شيء حبيتي تطبقين عليه الديكوباج شو كان؟ المدخن. على اشياء زجاجيه، على مداخل، على شو بالضبط حبيتي؟ المدخن. على المدخن؟ ليش؟ صغيره انت يا عاشه. لان اول شيء لازم نحكه لما نتاكد انه ناعم، فاحب يعني حتشة. اول شيء تسوي لك مثل نفس الصنفره يعني شيء، ومن بعدها شو تسوون؟ نصير نصبغه بصبغ خاص. بعدين نخلونه شيء ينشف، وبعدين نصبغه باللون اللي نحن نبغاه. بعدين يعني هاي الصبغه الخاصه تكون كبيز يعني كاساس، ومن بعدها تصبغون الصبغه اللي انتم تبونها. انزين، وعقب نقص ال انا بشوف انت حافظه ولا لا. نقص القصاصات اللي نحن نباها ونلصقهم. اي انت شو اخترتي قصاصات من زين عاشه؟ اول شيء لونته بلون ابيض. هي. وقصيت ورد. ورود حلو، نايس. شكلهم يعني ورود كبيره ورود صغيره، كيف شكل لا الورود؟ ورود مرسومه مثل زهور شي. تاخذينها عاده اعتقد من جريده، من قصاصات كلينكسات. كلينكسات صح. اكثر شيء الكلينكس يستخدم. الكلينكس اللي هو طبعا المناديل اللي تستخدم للطعام اكثر شيء اللي تقص. حلو. بنتي حسيتي فرحتي يوم عرض في المعرض عاشه؟ عادي حسيت، لان مو بس هذا اللي انا سويته فيه. ها. شو سويتي يعني؟ عندك وايد سوالف سويتيها، شو سويتي؟ بعد مداخن وحصالات. وبعد انزين انا برد اسال اي برد اسال عبد الرحمن شو اكثر انشطه اكيد عيبته من ضمن الانشطه الصيفيه، لكن عندنا تقرير خاص بهاي الانشطه مشاهدينا بنتابعه، ومن بعدها بنرجع الاستديو. أربعة أسابيع مليئة بمختلف البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية، اختتمت بحفل ضم نتاج فعاليات ملتقى الحمرية الصيفي الذي احتضن أكثر من 600 مشارك ومشاركة. بالنسبة طبعا لحفل الختام اليوم، مثل ما شاهدتم ما شاء الله الحفل كان يعني معبر ويجسد ما تم إنجازه خلال فترة البرنامج من أنشطة وفعاليات متنوعة الحقيقة في ملتقى الحمرية. الحقيقة جهود كبيرة مبذولة، نشكرهم على هذه الجهود مما أثمر عن يعني زيادة عدد المشاركين عن السنوات سابقة بعدد ما شاء الله وصل إلى تعدى 600 مشاركة ومشاركة، ولأول مرة أيضا العنصر النسائي يدخل أيضا في البرنامج. ابتدأ الحفل بآيات من كتاب الله، ثم بدأت فعاليات الحفل الختامي بعرض لإنجازات المشاركين في الملتقى كعروض التايكواندو ومواهب أخرى، وعلى هامش ذلك تم تقديم عرض موسيقي عسكري، واختتم الحفل بتكريم المشاركين والرعاة الذين ساهموا في إنجاح الملتقى. احنا يمكن غطينا كذا جانب، يعني يمكن احنا عندنا جانب في الرياضة، الملعب الصابوني، الحوض، السباحة، عندنا نشاط مثل مجتمعي، عندنا مثل قراءة، عندنا مثل التصوير، عندنا مثل حفظ القرآن الكريم، ففي أنشطة متنوعة والحمد لله. والأعمار الذي شاركت السنة هذه من 12 سنة إلى 16 سنة، والكل الحمد لله اجتهد. جهود جبارة بذلت للتخطيط والتنفيذ لكافة حيثيات الملتقى، مما ساهم في تقديم الفائدة والمتعة والتعلم في أجواء مميزة وبيئة آمنة. حياكم الله إذن مشاهدينا الكرام مجددا، حياكم الله كذلك أيضا ضيوفنا في الاستوديو. نتحدث أكيد عن فعاليات الصيف بلادي 2015 بالتحديد ملتقى الحمرية الصيفي وكل ما تضمنه من أنشطة وفعاليات. أنا سألت عاشة قبل الفاصل عن أكثر شيء هي حبته من النشاطات أو الأنشطة عفوا المقدمة
الفعاليات المقدمة. الحين دور عبد الرحمن. عبد الرحمن خبرنا أول شيء شو أكثر شيء أنشطة أنت حبيتها قدمت في الملتقى؟ شو اللي حسيت أنك أنت خرجت فيه من الملتقى أو طلعت فيه من الملتقى، استفدت من الملتقى بشو؟ أنا حبيت ريادة الأعمال. ريادة الأعمال، كان عندكم دورة في ريادة الأعمال؟ هي يعني كان في كل أسبوع دورة. كل أسبوع كان عندهم دورة راشد في ريادة الأعمال. هي نعم. جميل. شو اللي حبيته في ريادة الأعمال؟ إذا كان يعلمونك إذا عندنا مشروع كيف نطوره. جميل. وأنت عندك مشروع؟ أنا فكرت في المشروع. وحاولت من خلال الدورات إنك تحط خطة مستقبلية لهالمشروع، استراتيجية معينة لهالمشروع. شو بالتحديد سويت أنت أنت تقرر أنا في بالي مشروع وأبى أنفذ هذا المشروع؟ حطيت يعني حطيت في بالي الأشياء اللي ببيعها في المحل. الأشياء اللي بتبيعها اللي بتنتجها، خلنا نقول ما نقول تبيعها. إنزين وبعد؟ وأشوف يعني أفكر إن ما حطي في أماكن يعني ممنوع إني أسوي هالشيء. في أماكن المفروض إنه يكون مسموح فيها. إيه. يعني أنت خلنا نقول عبد الرحمن تعلمت الأساسيات اللازمة على أساس إنك أنت تكون مشروعك الخاص، هذا أكثر شيء أنت حبيته. إيه. في منتجات كذلك أنتجوها الطلاب. نعم. راشد. نعم. من خلال دورة ريادة الأعمال طلع عندنا 3 مشاريع. ضمن المشاريع هذه مشروع عبد الرحمن، ومشروع ثاني كان عبارة عن جمعية خيرية إلكترونية. حلو. نعم الشباب حطوا لها إطار كامل وخطة زمنية وكذا، وإن شاء الله جمعية خيرية. جمعية خيرية إلكترونية. جميل. إيه نعم. فحاولوا يعني من خلال الدورة هذه إنه يستثمرون، كيف حتى يستثمرون اللي خذوه في الدورة في هذه الجمعية. قدمت نفس هذه الدورات للبنات؟ لا نعم لا يعني البنات لهم أنشطتهم مختلفة تماما عن الشباب. ركزنا على الجوانب المهارات الحياتية والفنية اللي يناسب نعومة البنات طبعا. بس بعد البنات يحبوا ريادة الأعمال يا راشد. أكيد أكيد. منافسين وبقوة الحين في المشاريع. راشد طبعا كان من ضمن الفعاليات وفعاليات الملتقى أيضا مبادرة أنت إيجابي أو أنا إيجابي. أنا إيجابي. أنا إيجابي عفوا. هذا طبعا هو شعار المبادرة I'm positive أو أنا إيجابي. لاحظت كذلك أيضا أنا أو فعالية أنا إيجابي أو مبادرة أنا إيجابي ملتق متعلقة أكثر شيء باللون الأخضر. يمكن للحظة واللون الأخضر طبيعي متعلق بالإيجابية. أكيد. خبرني راشد عن هالمبادرة. نعم. أنا إيجابي. نعم. طبعا أختي نحن في كل سنة في كل ملتقى يكون عندنا مبادرة نوعية مجتمعية. هي. نستهدف فيها المجتمع يعني اللي حوالي الملتقى. العام قبل العام الأول كان عندنا مبادرة التفاحة الخضراء. هي. والعام كان عندنا مبادرة ابتسم. وهذه السنة حبينا بعد في نفس الوقت نرفع الطاقة الإيجابية للمجتمع بشكل عام، فكانت مبادرة أنا إيجابي. نعم. مبادرة أنا إيجابي هذه من أفكار الشباب، من أفكار الشباب وإلى الشباب، وتم إطلاقها طبعا في اليوم العالمي للشباب اللي كان صادف 12 أغسطس الماضي. هي نعم. وكان في أنشطة وفعاليات مختلفة مثل المرور على الدوائر الحكومية في المنطقة والمناطق المجاورة عن طريق الشباب. وزعوا أكثر عن المطويات والبروشورات الخاصة بالحملة، زايد اللي هي البرش الخاص بالحملة الشعارات وهذا لرسم الثقافة أو الطاقة الإيجابية على الموظفين بشكل عام. يعني كانوا يدورون على المؤسسات الحكومية ويحاولون أنهم يبثون الروح الإيجابية ربما أو الطاقة الإيجابية. نعم. في كذلك أيضا الموظفين. نعم. بالإضافة إلى عقدنا أكثر عن ورشة عمل بخصوص الطاقة الإيجابية، حط عملنا دورة كيف تكون إيجابي، حاولنا يعني حتى نتواصل مع المؤسسات ذات الصلة بالخصوص، أطلقنا وسم خاص بهذه المبادرة. جميل. حاولنا عن طريق حساباتنا حتى في التواصل الاجتماعي نعزز المبادرة بشكل دائم إن شاء الله. جميل جدا. نعم. يعني كل عام يتم اطلاق مبادره نوعية من. نعم. ضمن فعاليات من كذلك الملتقى. نعم. الملتقى كذلك ايضا يعني راشد انت ذكرت ان الفعاليات اللي قدمت للبنات مختلفه عن الشباب. نعم. او مختلفه عن الاولاد. نعم. وكل يعني كل حسب ما يناسبه. نعم. لكن يمكن تكون كذلك يعني رغبه مثلا البنات في المشاركه خلينا نقول في دورات ريادة الأعمال على سبيل المثال. أكيد. أو حتى دورات أخرى أو فعاليات أخرى قدمت للأولاد والعكس صحيح. فتضعون ذلك في عين الاعتبار مثلا في التخطيط للفعاليات القادمة. كذلك
متى ستكون إن شاء الله الفعاليات القادمة؟ متى موعدها إن شاء الله؟ هل هي في إجازة الربيع؟ متى بتكون بالتحديد وشو بتتضمن؟ نعم، طبعا مثل ما قلت لك أختي، إن نحن الملتقى الفتيات في المخططات عندنا من قبل 3 سنوات بس ما تم تطبيقه إلى هذه السنة. هذه السنة أول ملتقى فتيات طرحناه كتجربة. يعني جميل، يعني كانت 3 سنوات الماضية أولاد. هي نعم، نحن عندنا 21 سنة فكان يعني السنوات الماضية كلها للشباب فقط. فقط للشباب؟ فقط للشباب. هذه السنة ليلهم ولا شيء، ما عندهم أي نشاط. فهذه السنة حبينا يعني شوية نضيف نشاط خاص للفتيات. حطينا العدد 50 فتاة. الحمد لله كسرنا الرقم، وصلنا إلى أكثر عن 90 وحدة في 90 مشاركة معنا في ملتقى الفتيات. كانت برامجهم خفيفة، حتى يعني 3 أيام في الأسبوع بشكل خفيف، يعني 3 ساعات في الفترة الصباحية. فإن شاء الله حتى يعني في الفترة المقبلة بناء حتى على توجيهات مجلس الإدارة أن نوسع الإطار هذا، نوسع مشاركة فتيات حتى في البنات. يعني ممكن حتى نزيد عدد الفئات العمرية، نزيد الفئات العمرية، نخليهم يعني مش في العطلة الصيفية بس، نوزعهم حتى في العطل الثانية، عطلة الربيع الأولى والثانية، بحيث حتى نصنع ونخلي لهم برامج خاصة حتى الفتيات يستثمرون فيها أوقاتهم إن شاء الله. جميل. نعم. عاشة، طبعا أنت ذكرتي لي يمكن أكثر شيء أنت حبيتي شو الفنون اللي حبيتي تطبقينها. اليوم عقب ما خلص، لأن خلاص أختتم هذا الملتقى وأنتوا بتردون للمدارس إن شاء الله ابتداء من الأحد القادم، شو الشيء اللي أنت طلعتي فيه من هذا الملتقى؟ يعني شيء بتاخذينه وياك وبتنفذينه عقب، بتسوينه عقب، في شيء معين؟ هي الأعمال اليدوية، التيجان من ورد الصناعي، كنا نلف الورد ونخليه مثل طوق. طوق يستخدم شو كان عشان؟ كنا مثل يستخدم كأكسسوار للبنات. حلو. فقلت إني بسوي ببيع. حلو، يعني أنت بتبدين مشروع. إيه نعم. هاي راش تسوي لهم خلاص. لا يعني حتى في المعرض الختامي كان لهم يعني بالإضافة للمجهودات معروضة كان لهم بيع بعد للبنات. فمعظم الإنتاجات اللي كانوا كان في نسبة للبنات. هي نعم، هي نعم، اللي كانت حتى البنات اللي كانوا شغالين على الإنتاجات هذا هم بنفسهم كانوا يبيعون ويعرفون حتى منتجاتهم إحنا كيف سوينا وكيف ضبطنا المنتج. طبعا بالنسبة لعبد الرحمن إحنا نتريى مشروعك صح أكيد. شو بتسمين مشروع؟ خبرني. حطيت اسم؟ لا بعدك ما حطيت اسم. خلاص نتريى الاسم، نتريى المشروع. عموما كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية راشد أكيد على هذه الفعاليات اللي بالفعل يعني الشباب والبنات يستثمرون أوقاتهم بشكل يمكن مفيد جدا. بدال يرسكتهم أكيد في البيت وعدم الاستفادة من أشهر الصيف اللي ممكن فعلا هتكون طويلة ومملة بالنسبة للطالب. كل الشكر لكم راشد عاشة عبد الرحمن كذا.